السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم، قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم، أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية تظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. 8 سنوات معركة الفاو وفاو والمجموع الكلي للخدمة العسكرية اللي عندي 12 سنة و10 بالجيش، 10 بالإدارة المحلية، وهي الجيش يتضاعف يصير 24 سنة، يتضاعف يصير 32 سنة خدمت فيه. قدمت معاملة 1917، قدمت معاملة مع التقاعد لها مديرية التقاعد هنا موجود بالشواكة، فرفضوه حولوه المحكمة الاتحادية، قال أنت ما عندك خدمة. هاي أولياتي كلها، هذا كتاب رسمي من الفاو من سرع. شوفه كتاب رسمي مصرح من الفاو 1990، هي الكتاب. وأنا اشتركت 3 معارك، معركتين ويا إيران، وآخر معركة هاي مال الحرب العراقية الإيرانية. 8 سنة ما تنفوا، وهاي عندي كتاب. هاي كتاب رسمي آمر الفوق، شوفها، مشترك ذاك الوقت، مكتوب قادسية صدام 89، متزوج ومعطيني السلفة، هاي السلفة مذكورة 89 دينار بزمن صدام. هسه يقول انت ما عندك خدمه، هذا الظلم. شوف هاي كلها كتب رسميه، وعندي دفتر خدمه دكتوركي 1700 جد الخامس، مشترك بمعركه مهران. هاي مهران عراقيه، صار بي مذبحه، قص الاذانات صار بي بين قوات العثمانيه وقوات الايرانيه، قاموا يقصون واحد يقص على الاتراك يقصون اذاناتهم، وابويا كان شاهد بي. وهاي هاي العثمانيه مال ابويا، هاي ما جيتني. هاي العثمانية مال أبويا، مشترك بمعركة مهران 1700. احنا سكان أصليين ما يعترفون بنا، وسويت مناشدة سيد السودان خلي رايحين لتركيا، عندنا سجلات بتركيا، هالبلد بعد ما نريد الحقوق ما يعطونا، خلي يرحلون لتركيا. يعني احنا آلاف السنين بالعراق من سكان الأصليين. هاي 6 عثمانيات جنازة تركية عندي، ودفتر خدمة بالتركية، لا رح تركيا تعطوني الجنسية التركية، فأنا حقوق ما لنا، إذا ما تعطون حقوق رحلوني، أنا ممنون لك يا سيد الوزراء، أما شيء هاي السوداني، رحلونا تركيا، عندنا سجلات هناك، وأكو موظف في الدائرة مال التقاعد كان يداوم، جبت له الأوليات من تجنيد، تجنيد مو ملغي، رح جبت الاوليات، عندي خدمه سجل الاساسي جبته لهم، خليته بالفايل مالي. اتسوى هذا الموظف اسمه محمد هندي، يا عالم ماكو شيء، مصيبه، سحب الفايل مالي، اولياتي جابه من تجنيد، سحبهم شمرهم، قال خلاص باكر يشتكي يقول عندي اوليات. سجل مالي رقمه 216، رقم دائره التقاعد، محمد هندي كان مسؤول عني، طلع هو واحمد الساعدي طلع اوراقي لاولياتي، قالوا حتى اذا يشتكي بعد ما عنده اوليات، سحبوني الفايل مالي وشقوني، ورا 5 اشهر اعطاني الفايل، قال فايل ما عندك بالكذب، النقل الموظف اعطاني الفايل مالي، ورا 5 اشهر، وين اكو بالدوء بالعالم يجي؟ اكو واحد يجون ياخذون فايل ماله واولياته، يا الدولة هاي يا كل من اي والله مو ماكو بالعالم يجي. فايل عندي بالتقاعد يسحب الاوليات، لان انا خادم بالجيش 3 مرات، 72 معركه صارت بين الجيش العراقي والجيش الايراني 72، اولاد راح بس ما انطى بالاعلام، ما انطى. وسنه ال 80 هم اشتركت معارك كلها،
من أول المعركة للأخير المعركة بالفوز صرحت كل أوليات. يا سيد الرئيس إذا ما تريدنا رحلنا تركيا، عندنا أوليات الجنازي عندي بتركيا ودفتر خدمة محصل جدي الخامس 1700 اشترك بمعركة مهران عراقي صار بقصة أذانات 1700 صار بقصة أذانات بين جيش العثماني وعراقي، احنا من ضمن جيش العثماني كنا ويا الجيش الإيراني 1700 وحتى الوالدي عنده عثماني هذا مال والدي هذا بالتركي مكتوب شكور هذا شاهد على المعركة يقول قصوا أذانات العراقيين والأتراك والإيرانيين قصوا أذاناتهم هاي كلها عندي أوليات معركتين اشتركت أنا وحقوق عندي 32 سنة عندي خدمة ما تطونا حقوقنا رحلونا التركية ما نريد البلد هذا بعد السلام نحب انوه على شغله لاحظها من زمان وحاليا وهو العلم العراقي الساريات اللي انبنت وصرفوا عليها ملايين ولا علم مرفوع علم عراقي عليها حتى كان فيها حبل لتروح اشتري العلم 5000 10 واخليه والله قبل 3 ايام 4 رحت على السارية الموجودة لقيت الحبل ماكو ما موجود حتى الحبل ماكو ثانيا نفسه العلم العراقي فوق الوزارات والدوائر والمدارس يرثى له ممزق الوزير إذا ما قاعد يحترم العلم مدير المدرسة ما يحترم العلم الدوائر الدولة ما تحترم العلم فأين هو الاحترام بس على الراتب بس على المنح والحوافز والمساعدات تركضون وتناشدون هو كله ب5000 هنا بسوق السراي العلم مش قد يعني قيمته هو يعني من التبرعات مال الطلاب من تبرعات الشايشي الموجود بالدائرة اشتري علم 5000 وعلقه أحسن من ما العلم ممزق ووصخ وحتى مو بس هذه فوق المحاكم هاي عندي صور العلم واقع ومخربط محكمة قاضي يعني بس حاط القرآن ومغلفه ببصلة يحط ايده والله العظيم اقول الحق والعلم العراقي منتهي واقع فوين العدالة اذا العلم ما محترمينه ولا تديرون بالكم عليه فشون راح تديرون بالكم على هذا الشعب والوطن هاي مناشدة إلى من يهمه الأمر ونفس الوقت هذول النواب يعني صار يومين علقوا صورهم ولا واحد حاط العلم العراقي مجرد حاط وراء التبعية مالته الشخص اللي يتبعه حاط صورته ما هو إما لابس القاط ورباط حط على صدرك العلم العراقي حتى نعرفك عراقي من يا دولة من جاينا من الشيشان من باكستان شكرا لكم هلا اعقب على المداخل بالنسبه السوق الصلاهراء انبنى بالثمانيه صار له 50 سنه الان السكنه دائره احوال الصدر الامر اللي اجى من مقاول وليس من دوله يعني دائره نفوس الثوره راح يشيلونه هاي الدائره مهمة طبعا تحوي حوالي 5 ملايين شخص هاي الدائرة طبعا تسكن بناية سوق الصلاهراء اللي بمنطقة الزيونة هاي الدائرة راح يشيلونها يبنونها مول يعني دائرة مديرية كاملة عامة تابعة الوزارة سيادية راح تنشال وتنشمر برا هي وسجلاتها وضباطها على مو تنبني مول زين البطاقة الموحدة اللي بزيونه راح يشيلون الدائرة يشمرونها برا ويبنونها مول زين وين الحكومة وين البرلمان وين السيادة زين وزارة سيادية لعدل الوزير الداخلية عبد الأمير الشمري يهمبل ويحكي احنا واحنا
زين اذا انت دائره تابع لك ما تسيطر عليها، زين ما تسيطر على عبد اليمين الشمري، كيف تسيطر على جريمه؟ انا صار لي سنه ونص على البطاقه مو واحد ما طالع، ثق بالله سنه ونص صار لي وراجع ماكو وشغله والاستماير موجوده والجناسي والشاهد كلها ما عندي اي نقص. السبب سبب الاستعلامات الفوق هذول على العلاقات على المعارف، زين وحاطين لهم مقدم واحد تعبان هسه يسمعني، يعني مدير الدائره رجال عقيده وانا اللي شفته خوش انسان بس ما عنده سيطره على الدائره، ليش؟ ما اعرف شنو السبب. فهاي المفروض هذا سوق الثلاثه ما يتفلش، زين مناشد هاي الكل خير واناشد هاي الزيونه اي مقاول جاء اي شركه والله اقتلهم خلاص اذا يفلشون السوق، لان هذا مو تابع لا للبعث ولا الصدى، سوق اثري وبعدين سوق واسع ودائره فيه. هو ليش يتفلش؟ يتفلش يريدون يسوون الامور. هو نفسه يسوي امور، ليش لا؟ مو خذوا القاع اللي بصفه راح يضيفونها جراج وهم مول ثاني طابق، هو مول مو مول بضائع، مول فساد. هم تابع يعني مقاول تابع الحزب يسيطر على زين وين البرلمان؟ وين الحكومه؟ وين اذا العراقي انا ما مستقل. بالمناسبه بغداد انت ترست بهاي صور المرشحين 3x2.5 يعني طول وعرض. احنا قبل كنا نستفاد من القطع مالت الفواتح نسويها لبسان نسويها هذه، هسه هاي قطعكم ايش راح نسوي بيها؟ ها يعني 3 مترات ب2.5 لا تصير لباس لا تصير شو اسمه شلون نستفاد منها؟ لا تصير قبور. فانا هسه يعني متعجب يعني دشداشه ما تصير لا حتى نوع القماش اللي بيها يعني اذا نلبسها من نحترق. فنتمنى نسوي قطع مال قماش حتى نستفاد منها لبسان او نستفاد منها قنفان. ذاك اليوم انا بذاك الوقت صدقوا يعني حتى سويت قطعه الباص مكتوب لي ورا الفاتحه، زين ايش جاي كتب ورا؟ انتوا كلكم يعني القطعه اللي تسووها باعدال راتب مال معوق او راتب مال متعفف كل قطعه تسوالها 2 ورقه زين وتاسه بغداد الجميله شوهتوها بهاي الصور. واحنا مع الاسف جاي نشوف اكو ناس جاي تجي على الصور وتشققها، يعني حتى هذا الراتب يشقق يعني ما استفادنا. والحدايد الحدادين كانوا شوكت تخص الانتخابات حتى يتعاركون على الحدايد، فاحنا استفادنا من عندكم شنو؟ فانا اقول كمواطن عراقي فقير لو بكن هاي القطع تشوفوكم فقير تطو صوبه تطو بطانيه مثل ما سووا النواب قبلكم تقشورون الفقراء، ها مو احسن؟ والله العظيم هاي بالنسبه لي اذا اشوف هاي الشغله اللي ما عنده شعبيه وما عنده يعني الناس، ترى هاي القطع كلها ما تفيدكم، اللي يفيدكم بس العمل الصالح. ابو على الاسف انتوا كل عملكم طالع والله العظيم، زين انتوا يمكن اذا نجحتوا ما تنجحون باسم الشعب وانما تنجحون باسم الاحزاب اللي انتوا بيها. شوف يا كتلة قوية هو راح يصعد، خاصة الحلو ابو الحزب يشوفه حلو يصعد يسوي يعني هو المرشح الاول اكثر من 1500 واحد، والمو حلو يظل مو حلو والله العظيم يظل مو حلو حتى ما يترشح. زين هاي بعد شو نقول لكم؟ طبعا اشكر على اقامه اللقاء ويا المواطنين الكرام اللي موجودين حاليا بشارع المتنبي حتى يعبرون عن مشاكلهم ويتاملون بايجاد الحلول من قبل المسؤولين. فانا بالنسبه لي يعني عندي مساله واحده يعني بخصوص الزيادة اللي شملت المتقاعدين يعني بالوقت الحاضر، يعني بس اكو شريحة من شريحة المتقاعدين يعني ما شملتهم هاي الزيادة، الا هم اللي يتقاضون راتب من الضمان الاجتماعي، وهاي ما شملتهم الزيادة. اللي يعني ونوجه السؤال للمسؤولين اللي قاموا بعملية زيادة الراتب ومنهم السوداني رئيس الوزراء
فهذول المتقاعدين من ضمن الضمان الاجتماعي ما يختلفون عن بقية المتقاعدين اللي يستلمون بالوقت الحاضر، فهي نفس المعاناة ونفس الأمور السلبية اللي عليهم على كل المتقاعدين بالذات. فهاني أقترح بأن ينظرون بهاي المسألة يعني من جديد حتى يكون بالضبط، يعني هم يعني 500 و450، يعني يصدق أعرف واحد يأخذ 370، يعني قلت ليش؟ يقول لي أنا من الضمان الاجتماعي. فالمهم أنا نطرح المسألة على المسؤولين حتى ينظرون إليها نظرة يعني مو أقول لك إنسانية، هي المساعدة المفروض من المسؤول أن يطعم كل أبناء الشعب العراقي. رواتب الضمان الاجتماعي ما شملتهم الزيادة، لماذا هذا؟ يعني هاي خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. احكي فيما يخص المسألة العراقية، نريد تغيير الدستور بصورة كاملة، لأن عيوب فيه هو منها المنازعات بين المناطق المختلف عليها، وكذلك نظام الأقاليم يهدد وحدة العراق، فتغيير الدستور وطرحه للاستفتاء على الجمهور، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية وانتخاب رئيس تنفيذي من قبل الشعب مباشرة، أما فيما يخص المسألة الوطن العربية مسألة فلسطين، حبذ أن يكون يشرع قانون التجنيد الإلزامي وقانون الاحتياط من أجل مواجهة الأزمة الحالية مع من أجل مواجهة الحرب مع إسرائيل والتي تدعمها أمريكا، وكذلك تجهيز الجيش لمنظومات المضادات S-400 الروسية، وكذلك استيراد السلاح من كافة الدول الشرقية وخاصة وكذلك فرنسا فقط، وليس الاعتماد فقط على أمريكا، وإنما الاعتماد على عدة بدائل للسلاح. وشكرا. هالأسبوع هذا السلام عليكم ورحمة الله. أنا ناشط الجهة الأمنية العراقية، لأن تهددت من قبل حكومة الكردستان، من بعض أفراد من حكومة كردستان لسبب تافه، لأن أطلب كل جماعة فلوس مبلغ يعني بسيط، هذا المبلغ أصوا عليه بكشي وقاموا هددوني بالأجهزة الأمنية، خبروني جماعة المخابرات بالإقليم وهددوني، وخبرني مع اعتذاري الفوج مكافحة الإرهاب البطل، وأنا أعتذر من الفوج مكافحة الإرهاب، لأن هذا الشخص يداوم بالفوج مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، ما أقدر أذكر اسمه، وعندي كافة الدلائل والمستمسكات ضد هذا الشخص، هو هددني، يقول لي إلا راح أبعث صورتك واسمك للسيطرات من أربيل لبغداد في سبيل وحدة بنية. دقل أنا أحكي العدل، في سبيل وحدة بنية، هاي البنية كنت أداريها مثل بنتي، وأهلي يعرفونها كنت أداريها مثل بنتي، بس مع الأسف كل هاي السنين ما كنت عارفها هي هاي البنت مو خوش بنت. زين أنا بعد ما هددوني كرت بالإقليم الكردستان، هددوني بالأمن، أبوها هددني بالمدير الأمن، يقول إذا ما تجوز علينا وتعوف كل شيء راح أدخلك بقضية إرهاب. هذا منه أبو البنت، أبو المكافحة الإرهاب يبعث لي تسجيل، كنت بربيل، كنت تسجيل موجود يمي والدلائل والصور كلها موجودة يمي. زين منو راح يحاسب إذا الدولة تهدد المواطن؟ نحن الدولة منو؟
هي من الشعب، من المواطنين. فإذا نحن نتهدد من قبلهم، نحن وين راح نروح؟ راح نتشدد داخل إقليم كردستان بالتلفزيون إقليم كردستان. أو الفيديو مالتي موجود حاليا، راح أبعثه، يبقى بعد ما أخلص راح أبعث الفيديو لأخويا، يبقى خليه ينشره. وحكيت بإقليم كردستان على الموضوع. بعد الحكي طلعت بالتلفزيون، بعثوا عليها المكافحة سيداوة بربيل، وصار عندي التحقيق ممثل الداخلية وضابط المخابرات وضابط المكافحة. من سمعوا بها الضباط يقولوا اطلع بالقنوات بعتذر، قول هاي شبكة نظم واحتيال، وبعدين نحن نجيب حقها. قلت لهم أنا ما أعتذر إلا تجيبون حقي، من أروح أعتذر؟ حقي كله راح يروح. أنا حكيت هنا شيء مفصل والدلائل كلها موجودة عندي، وأتمنى من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يدخل بالموضوع، وزير الداخلية ورئيس الوزراء بهذا الموضوع. هل رئيس كردستان يعلم واني طلعت بإقليم كردستان وحكيت بالتلفزيون بإقليم كردستان؟ هل هو عنده علم بهذا الموضوع؟ إنه الأجهزة الأمنية ويشيد اللي الضابط مكافحة الإرهاب يقول البنت فوق القانون، افهموني، البنت فوق القانون. نحن ما عندنا هيك شيء، نحن القانون فوق الكل، مو البنت فوق القانون. إذا البنت فوق القانون يقول لي بنت حلوة، إذا تعجتك عليه تفوتني جوه تفوتك. طيب إذا البنت تلعب كش الدور، لكن القانون وين راح؟ يا رئيس الوزراء، يا وزير الداخلية، يا رئيس مكافحة الإرهاب، أنتم اللي حررتوا العراق البطل، هل تقبلون أحد من أفرادكم، من أحد أفرادكم بإقليم كردستان وعارف إقليم كردستان معزول عن جهة بس مرتبطينهم وياكم يسوي هيك شيء؟ ما يذكر اسمه. وأتمنى من رئيس مكافحة الإرهاب راح أعطي رقم تليفوني للأخ ويتصل بي ويعطيكم رقم تليفوني وتستدعوني وأعطيكم الدلائل الصور والتهديد. بالأخير يقول لي أنا مالي شغل. طيب أنا إذا يقول لي ليش تهدد البنات؟ أنا إذا مهدد البنت، التهديد شغل المكافحة، شغل الشرطة، هل شغل المخابرات؟ هل شغل مكافحة الإرهاب؟ هل شغل الأمن؟ لأن هم لهم جهة سلطة غادية عليا، لأن لهم نفوذ. أنا وين أروح؟ أنا إذا مواطن ما له ورايا ظهري. ولا بنفسه الممثل وزير الداخلية شي يقول لي؟ يقول قلت له يابا إذا ما عندي طعشك بغداد، إذا ما سووا لك شيء، يقول وين تروح؟ هذا الريان الإرهابي خليه يسجل كلامي وخليه يجي قدامي مباشر. طلعت من الإقليم، نعم طلعت من الإقليم هسه حالياً هنا ببغداد. هذه الحادثة صارت قبل ما تصير حادثة الحمدانية. بربيل صارت لي. زين بعد ما طلعت قلت إذا ما مشكلة ريان متمي الفلانجة هو ريان إرهابي، ليش عنده نائب من النوابة قاعد بربيل؟ طيب إذا ريان إرهابي متمي الجهة إرهابية، ليش نوابكم قاعدين ويا نوابهم بداخل البرلمان؟ ما أنتم مثلهم. إذا كلامي غلط خلي يقول كلامي غلط. ليش قاعدين إذا هم إرهابية؟ أنا ما لي شغل لا بريان ولا بغير ريان. أنا لي على مشي بسيط، هذول كلهم الأجهزة يهددوني بالتليفون وهددوني بالقتل. لي قبل أسبوعين أخير تهديد وراس المعرض شلون طلعت من الإقليم، هددوني بالقتل إذا ما اعتذرت، وما اعتذر أنا. ليش؟ لأن أنا صاحب حق مو باطل. وأنا إذا يقدر يصور الأخ عندي شيء دلائل يا رئيس مكافحة الإرهاب المحترم البطل، أنتم اللي حررتوا العراق، بس مع الأسف يطلع هيك ضابط نموذج، مع الأسف يعني من هذا أبو مكافحة الإرهاب يلحق ورا بنت كان عنده بر علاقة جنسية وياه، دقول الكلام وما أرده. هذا عندي التسجيل ماله، بس لحظة واحدة عيوني. إذا تقبله رئيس الجهاز مكافحة الإرهاب، هل تقبله إنه هذا التسجيل ينعرض وهو هذا التسجيل ممنوع؟ أتمنى من الأخ إنه يصور هذا التسجيل، إنه هذا التسجيل هو ممنوع ولا ما ممنوع يا سيدي رئيس مكافحة الجهاز الإرهاب؟ هذا واحد من تمي ضابط من مكافحة الإرهاب من هددني، هذا يعني واحد من الدليل. هل يجوز أن يخرج الأجهزة من داخل المكافحة لأجل التهديد؟ هل يجوز هذا؟ وثاني شيء، وبعث لي كان رسالة على الواتساب هو هذا النقيب، شيء قال لي بها راح الله يصوري، هذا يقول لي أنت تهدد بنات إلا راح أبعث صورتك من أربيل بغداد. إذا أنا إرهابي، إذا أنا عندي فشي،
إذا أنا مرتكب غلط ليش ما مسكوني؟ ليش ما يجون يمسكوني؟ ليش يخابروني؟ ليش؟ فأرجو وأناشد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بتحقيق هذا الموضوع. إذا الدولة من بعض منتسبين الدولة في إقليم كردستان اللي يهددون المواطنين، من المسؤول؟ أناشد المحكمة الاتحادية أسجل دعوة ضد حكومة إقليم كردستان. يعني طلعت أنا بالتلفزيون كل شيء ما سووا لي بداخل إقليم كردستان، حزبان وجهة سياسية ورايا، وأنا كل أحد ما عندي ورايا غير بس رب العالمين. هذا أقوى الكل. أناشد المحكمة الاتحادية باتخاذ الإجراءات. وشكرا. المتقاعدين قالوا سجلوا على أراضي لو حد شاء سمعت. يعني أكو بالكمبيوتر. أخلي رقمك واحد يتصل بيك. مرحبا بكم. شكرا ومع السلامة. أتكلم؟ عفوا عن المتقاعدين. أول شيء أنا خريج كلية بكالوريوس وخدمة 38 سنة. بس شنو؟ قالوا لا تكمل 40 يلا نحسب لك راتب مليون. يا بس انتين شنو هو؟ مو ذاك الفرق. علاقة سوني 700 800 جاتنا زيادة بس 100,000. ايه اراجع للتقاعد والله ال 40 سنة اراجع للوثبة ال 40 سنة. راتب 500 جاتني عد 100 زيادة. يعني ليش 100؟ انت بكالوريوس. بكالوريوس والله إدارة أعمال يعني مدير المفروض. خدمتك ايش قد؟ خدمتي 38. يعني الا 40؟ الا 40 يحسبك راتب كامل آخر راتب. حاولت رديت إلا فلوس ما عندي أنطي فلوس. مرحبا بكم. تقاعدك وين؟ في أي محافظة؟ لا أنا بغداد، على شارع فلسطين التقاعد مالي، على مصرف فلسطين. بس بكيفي أروح منافذ أي منفذ أي يطلع اسمي على. بس أنا جماعتي منطقتي قرايبي لك سنة 500. أنت قديم، أنت خريج، أنت لك عبالنا دراستك مليون فوق المليون. هاي والله أي. فأريدك إن شاء الله الناشد الدولة السيد رئيس محمد الشاع السوداني يعني الخبراء شلون قبلوا هذا 100 وب900 بالمليون 100؟ ليش؟ يعني هي وين تكفي؟ قالوا بمكان الأدوية خاف قاعد يجار، وين تكفي؟ الحمد لله على كل حال مستورين. نتمنى لكم صحة وعافية.